المباراة الأول سجل هدفا وصنع الثاني كرة للنادي العربي عرضية. الله الكتيبة النارية مثلث الرعب لإعادة كتابة التاريخ للعربوية. فرقة الأحلام، فرقة المنصات، فرقة التاريخ، ها قد عادت إليكم، ها قد عاد النادي العربي. الله على لمساكني، لمساكني يسجل الهدف الثالث للنادي العربي. لكن قبل ذلك التمريرة الجميلة، شوف الكرة العرضية، شوف لمساكني، شوف لمساكني. وقبل المباراة انتصر عليهم في 11، تعادل 2 وخسر 9. لمساكني، لمساكني، لمساكني. الله، من هو قادر على إيقافهم؟ إنهم سيزورون كل شباك الخصوم.